نتابع برضو يعني سلسلة الأخبار الإيجابية اللي احنا بنتكلم بشأنها دلوقتي، ونروح لبرضو مبادرة أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، واللي أعلنت عن إطلاق هنا حملة توعوية موسعة على نطاق جميع المحافظات، بيشارك فيها الشباب المصري بكافة فئاته المختلفة تحت شعار تصدوا معنا. المبادرة دي حضرات هي في إطار الدعوة اللي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب المصري هنا بالتصدي بقى للتحديات اللي بتواجه الدولة المصرية. أنا أعتقد ده شيء محترم جدا، لأن إحنا محتاجين كلنا، وبالذات كمان يعني الشباب أو فئة الشباب اللي هي بتبقى كمان يا كريم أكتف قوي على السوشيال ميديا وعلى الأخبار العالمية والمحلية وغيره، إن هي تتابع، إن هي تصد، إن هي يكون ليها دور إيجابي. الدكتور أشرف صبحي كمان وزير الشباب والرياضة قال إن الحملة هدفها التصدي لكافة التحديات السلبية اللي بتواجه مصر سواء في الداخل أو الخارج، بما في ذلك مواجهة الشائعات والأخبار المغلوطة. الحملة بتستهدف حشد الجهود الشبابية والمجتمعية للحفاظ على الدولة الوطنية المصرية، ده من خلال مجموعة متكاملة من الأنشطة التي يتم تنفيذها على مواقع التواصل الاجتماعي وفي التجمعات الشبابية والرياضية المختلفة. أكد أيضا صبحي أن دعوة السيد الرئيس تحملنا جميعا مسؤولية كبيرة من خلال تحمل كل فرد ومؤسسة بمسؤوليتها والقيام بدورها تجاه وطننا مصر، طبعا حماية لحاضره ووصولنا لمستقبل طبعا أفضل ومستقبل أقوى بإذن الله بكمان فئات الشباب اللي هي الأساس اللي بنتكلم عليها. خلينا ناخد مزيد من التفاصيل معنا دكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة. يا دكتور منورنا وصباح الخير، ننبسط كده بجد كل مرة حضرتك بتكون معانا بخبر كمان إيجابي. وأنا كمان مبسوط إني معاك، وصباح الخير الأول عليكم وعلى كل السادة المشاهدين والمتابعين، ودائما كده مصر بخير ورئيسنا بخير، ودائما بنقدم مبادرات الهدف منها هو الحفاظ على الشعب المصري وشباب مصر اللي دايما بخير. صحيح، هي بقى هنا المبادرة عنوانها واضح وصريح، هي مش محتاجة شرح بس محتاجة مزيد من التفاصيل. تصدوا معنا، بنتكلم هنا ان احنا عايزين اي اخبار مغلوطة، اي اخبار سلبية، اي شيء يعني ليس له اساس من الصحة بيسيء لهذه الدولة، احنا علينا كلنا ان نتكاتف ونتصدى لهذه الامور. طيب ازاي ممكن برضو الشباب كله يشارك؟ ازاي ممكن يقدم؟ خلينا نعرف من حضرتك يا فندم كمان الامكانية ازاي ان احنا نتصدى لده. اتفضل يا دكتور. خلينا نتكلم بشكل أوضح وأكبر، إن سيادة الرئيس قال تصدوا معنا، يعني تصدوا معنا ضد الشائعات، لا للعشوائيات، لا للفوضى اللي بتجتاح عدد من في المحافظات، يعني العشوائيات المنتشرة في المحافظات بشكل كبير زي المباني المخالفة وما إلى ذلك، وأهمها كمان الشائعات. الشائعات دلوقتي بيتم استخدامها بشكل كبير لزعزعة الأمن. صحيح. عايزين يكون في وعي ثقافي لدى شباب مصر. كمان احنا مش هنشتغل بس سوشيال ميديا، لا هنشتغل على جميع القطاعات من خلال وسائل الاعلام المختلفه، وده دور كبير جدا ومهم ليكم هتقوموا بيه خلال المرحله المقبله. هتساعدونا وهتساعدوا الشباب، وهنبدا نشتغل من خلال حملات اعلاميه مختلفه للتصدي لكافه الشائعات اللي هدفها هو زعزعه الامن المصري. طيب لو دلوقتي هنيجي نسأل حضرتك مثلا على سبيل المثال، لو مجموعة من الشباب عندهم هذه الروح وعايزين يجوا ويشاركوا، هل حضرتك بتشوف ان الرد مثلا يكون على المستوى الشخصي، ولا لازم يكون مثلا الرجوع لحضراتكم او لبعض المسؤولين علشان يكون في رد موحد؟ يعني ال- 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 الامكانية ازاي او الدنيا هتمشي ازاي يا دكتور محمد؟ يمكن امس الدكتور اشرف صبحي وفقا لرؤيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال الحمله دي هدفها هو بالفعل التصدي لكافه الامور اللي من شانها ممكن تاثر بشكل سلبي. طب هنعمل ايه؟ بدانا اطلاق الحمله امس، وهيتم عمل افلام دعائيه خلال المرحله المقبله لنشر هذه الفكره او لنشر الحمله واهداف الحمله. الشباب طبعا هيشارك معانا من خلال وزارة الشباب والرياضة، وكمان هيبقى هناك آليات أخرى للتعاون مع كافة الوزارات الأخرى ومجلس الوزراء في هذا الشأن، اللي من خلاله نقدر ننتشر في كافة محافظات الجمهورية، وشبابنا يقدر يشارك بشكل كبير جدا من خلال السوشيال ميديا أو الأخبار اللي بتنتشر بشكل غلط على السوشيال ميديا. يبقى الهدف هو رفع الوعي.
مدى كافة الشباب. كويس، لان كمان يعني مهم ان يكون في اسلوب تنظيمي لامكانيه التصدي، علشان الناس ما حدش كده يكون بشكل عشوائي مثلا بيرد او حاجه، لازم يكون فعلا في تنسيق كمان مع حضراتكم او مع كافه الجهات اللي خاصه يعني بهذه المبادره. ده كلام محترم جدا. طيب خليني اسال حضرتك لو في اي مبادرات اخرى يا فندم خاصه بوزاره الشباب والرياضه كده، لو تطلعنا عليها او تدينا حاجه يعني اكسكلوسيف زي ما بيقولوا او خاصه بينا احنا ب 10 الصبح في الاهلي. والله احنا دائما اولا يعني انتم متابعين بشكل سريع وفوري معانا من خلال المبادرات اللي احنا بنقدمها وكمان بنطورها، والهدف منها هو دعم شباب مصر في مختلف القطاعات. خلينا نقول ان هدفنا الفتره الحاليه هو توسيع قاعده الممارسه الرياضيه وجعل الرياضه اسلوب حياه لكل المواطنين المصريين زي ما قال سيادة الرئيس. عايزين نلعب رياضة وعايزين نمارس رياضة بشكل أكبر عشان نقدر نحافظ على صحتنا وعلى لياقتنا، وإزاي نبقى نافعين وداعمين لكافة الأمور اللي احنا بنقوم بها في حياتنا من خلال ممارسة الرياضة. دكتور محمد، لو تسمح لي في آخر المكالمة أروح مع حضرتك لنقطة، ودي فكرة عندي يعني لو حضرتك تقول لي رأيك فيها. الأساس في الرياضة أنا بعتقد عشان غير الثقافة هي الأم، فلو احنا عملنا مبادرة مثلا خاصة بالأمهات المصريين لما هم يتنشطوا كده ويعني ويبتدوا يمارسوا رياضة، أعتقد ده ممكن يتنقل لأولادهم كمان. فيعني أنا قلت أقول فكرة. لا مهم جدا، بس عايز أقول لك على حاجة وأوضح برضو للسادة المشاهدين، إن المبادرات اللي بتهتم بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية هي بتستهدف جميع الفئات العمرية وجميع فئات المجتمع المصري. بنستهدف المرأة، بنستهدف الطفل، بنستهدف الشاب، بنستهدف كبار السن. ولكن خليني أضم صوتي لصوتك ونعمل مبادرة خاصة ونشوف مدى آلية تنفيذها ونعرضها على السادة المسؤولين في وزارة الشباب والرياضة، كمان نعرضها على الدكتور أشرف صبحي ولدراستها بشكل شامل وكافي وإمكانية التداخل للمرحلة المقبلة. رائع جدا، نشكرك جدا جدا دكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، وكل التوفيق ليكم إن شاء الله. شكرا يا فندم.